أهلا بكم في الموجز الاقتصادي. اتهمت شركة نفط ذقار الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة بعدم التزامها بشروط التعاقد التي تلزمها بأن يكون 80% من كوادرها من أهالي المنطقة التي تستثمر فيها. وقال مدير إعلام شركة نفط المحافظة هادي الركابي إن شركتي بتروناس ولوك أويل لم تلتزما تماما بفقرة ضمن العقد المبرم معهما تنص على تشغيل ما نسبته 80% من الأيدي العراقية العاملة، الأمر الذي يدفع سكان المناطق التي تستثمر فيها الشركتان إلى تنظيم تظاهرات هدفها الضغط على الشركات لتشغيل أبنائها. أضاف الركابي أن الشركات النفطية تتأخر بصرف أموال المنافع الاجتماعية، وهو خرق لأحد بنود عقود جولات التراخيص التي تنص على تنفيذ مشاريع تحت بند المنافع الاجتماعية في المناطق القريبة من الشركات النفطية أو في المحافظة بكلفة 5 ملايين دولار سنويا. قال خبراء اقتصاديون إن إعلان إفلاس مصرفين أهليين وشطبهما من لائحة سوق العراق الأوراق المالية هو دليل على وجود خلل في تنمية القطاع الخاص. ونقلت مصادر صحفية عن عدد من الخبراء تأكيدهم أن هذا الأمر مرجعه تعاظم سطوة القطاع الحكومي على حساب القطاع الخاص، فيما دعوا إلى دعم المصارف الأهلية وإنقاذ المصارف المتعثرة وإعطائها فرصة في النهوض بنفسها لإنجاح تلك المصارف والشركات الأهلية، محذرين من تبعات عدم التزام ودعم تلك المصارف، وهو ما سيعني مزيدا من المصارف الخارجية عن الخدمة ومزيدا من البطالة للموظفين في القطاع الخاص. أوضح عضو اللجنة المالية النيابية النائب السابق محمد الشبكي آلية صرف الموازنة للعام الجاري في حال عدم إقرارها من قبل البرلمان أو عدم إرسالها من قبل الحكومة الحالية إلى مجلس النواب بدورته الجديدة. وقال محمد الشبكي إن الحكومة وفي حال لم تقدم أي موازنة للعام الجاري فإنها ستلجأ للاعتماد على نفس بيانات 2021 وفقا للفقرة 13 من قانون الإدارة المالية. أضاف أن الحكومة ستعتمد في صرف الموازنة على نظام 1/12 في حال عملت على إعداد الموازنة للعام الحالي من دون أن يتم التصويت عليها وإقرارها داخل البرلمان. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أنه بسبب جائحة كورونا التي بدأت قبل نحو 2 تقريبا، فإن أسعار الكثير من السلع ارتفعت في عدة دول حول العالم مستبعدة أن يكون هناك حل سريع لهذه المشكلة. أشار التقرير لأن الأمريكيين في الولايات المتحدة يعانون من أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما، كما وشهدت الأسعار في الاتحاد الأوروبي هي الأخرى تصاعدا بشكل أسرع من أي وقت مضى منذ اعتماد عملة اليورو. أما في كندا فالأسعار ارتفعت مرتين أسرع مما كانت عليه قبل الوباء. وفي اليابان فقد نبه البنك المركزي من تداعيات مخاطر ارتفاع معدل التضخم للمرة الأولى منذ 8 سنوات. وهذه انتقالة سريعة لأسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إلى اللقاء.